الوغ نصيحتي للناس اللي كيعانيو من تساقط الشعر انهم يشوفوا طبيب ديال الجلد القريب ليهم اللي غيقدر يشخص السبب ديال تساقط الشعر باش ما نوصلوش للحالات مع الاسف ديال لي زالوبيسي سيكاتريسيال لي ايريفيرسيبل اللي الشعر ما عمره ما يقدر يرجع. دونك الاغلب الاحيان طبيب ديال الجلد كيقوم بتشخيص ديال المرض، كيقوم اعطاء بعض التحليلات وكيعطي العلاج الملائم لهذاك المرض. بين العلاجات اللي كاينين هما لامينوكسيديل، لي لوسيون اونتي شوت، المكملات الغذائيه اللي فيها البيوتين، الحديد، الفيتامين دي، الزنك، المكملات الغذائيه اللي فيها الزنك. كذلك كنقدروا نستعنوا بعض العلاجات اللي هما البي ار بي، البلازما الغنيه بالصفائح، كذلك الميزوثيرابي اللي هي حقن ديال ميزوثيرابي حقن كنديروها في الجلده ديال الشعر في الفروه الشعر اللي كتحتوي على بعض الفيتامينات. كذلك كنقدروا نلجؤوا لزراعه الشعر في الحالات اللي ما كيبقاش عندنا حتى شي حل اخر. اذا اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك بقناه شدى تي في مع تفعيل الجرس ليصلك كل ما هو جديد. مع شدى تحلى المشاهده. شدى اول قناه فنيه بالمغرب.